الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة الأولى لمحاضرات الملتقى الوطني الثالث لأسبوع السيرة النبوية، بعد أن استفتحنا بالليلة السابقة بآيات بينات من الذكر الحكيم لكوكبة من القراء، نحن نستفتح محاضرات الملتقى الوطني الثالث لأسبوع السيرة النبوية بحول الله وقوته، بكوكبة كذلك من المشايخ الأجلاء على رأسهم شيخنا الشيخ محمد واسطي مدير شؤون الدنيا والأوقاف، وشيخنا الشيخ مأمون ميلود قويسم أمين المجلس العلمي، وشيخنا الشيخ طيب إبراهيمي معتمد الأئمة بدائرة الجلفة، لنشنف أسماعنا ونغذي أرواحنا بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعاً بأن السير في ركاب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتجافي عن طريق الضالين لهو أعز وأنفس وأغلى ما يملكه كل عبد، بل هو أتم نعمة يمتن الله بها عز وجل على العبد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وسأتكلم في هذه العجالة على مفهوم الطاعة الذي يرمي إليها عنوان الملتقى، وإن تطيعوه تهتدوا. ولمعرفة الطاعة قال العلماء إن بين العبادة والقربة والطاعة عموم وخصوص، فالعبادة ما يثاب على فعلها وتتوقف صحتها على نية، والقربة ما يثاب على فعلها ولا تتوقف صحتها على نية، والطاعة ما يثاب على فعلها سواء توقفت على نية أم لا. وقد رفع أهل هذا المسجد شعارا هذه السنة، وهي قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوا أيها المؤمنون رسولكم الذي عرفكم بربكم تصلون إلى الهداية التي توصلكم إلى مرضاة الله، وتوصلكم بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكانت هذه الآية آية عظيمة عجيبة مختصرة موجزة، لها من المعاني ما لا يستطيع الإنسان حصره. وإن تطيعوه، وعبر ربنا عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالضمير، ولم يذكر اسمه ولم يذكر صفته، بل اكتفى بالضمير فقط. وعلماء اللغة يقولون أن أعرف المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير. على رسول الله صلى الله عليه وسلم